نفايات من الصنف الثاني مقص الدنيا هذه بلوفون ديرو فوالا وهذه هي هذا فالور دو بليس يعني وحنا رانا البرنامج تاعنا الاقتصاد الدائري هذا هو الاقتصاد الدائري ليكونومي سيركولير باسكو درك الهدف تاع الدوله الجزائريه نخرجوا من التبعيه تاع المحروقات نروحوا لاقتصاد اخر الفلاحه السياحه وهذو والطاقات المتجدده والاقتصاد حنا نسميوه الاقتصاد الدائري ولا الاقتصاد الاخضر سي حاجه واحده اخرى سي لافونيغ لازم وكي ذكرنا قبل على التربيه والتحسيس باش ما نوصلوش للدرجه هذه ديجا نبداو الفرز من الدار نبداوها بالصاشيات الصغار اللي هنا ومن بعد تسهلنا المهمه صافي تزيغ ديجا كي رانا نهضروا على الاولاد باش يفهموا الاولياء تاعهم اللي كي تبدا ملتم من الام من الاب ولا فوالا من لي ميناج ديجا كيبداو ينقيو ويبداو الفرز ملتم سيتون كولتور وي ثقافه كبيره نبداوها هادو هما نبداو بهم بيان سور وي حتى الجمع نتاعها ديرها سيستم تجي سهله ومن بعد كي تجي ميم لهنا تسهل المهمه.